الحيابية تقليد شعبي يحرص أبناء البحرين على إحيائه سنويا قبيل غروب شمس يوم عرفة. وبالرغم من أن هذه العادة تعد من التراث القديم، إلا أن الجدات في دار يوكو ما زلن يحرصن على تعريف الأحفاد بهذا التقليد وتعويدهم على ضرورة إحيائه في هذا الوقت من كل عام. الحيابية تقليد تراثي بامتياز تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، فهذه العادة التراثية تحرص الجدات على نقلها إلى أحفادهم بطريقتها التقليدية حتى لا تنسى أو تندثر. الحيابية هي دليل على التضحية، احنا نضحي حجر العيد الأضحى، نضحي بالخواريف والغنم، وهي الحيابية دليل التضحية، وهذه من أجدادنا احنا خذناها يعني من زمان متعلمين هالحياة. يوم احنا صغار ندور القوط العناص هم كل مكان ندوره ونجيب حق امهاتنا وياخذونه ويقضضونه ويحطون في حبيبه رمل وحبيبه سمود ويحطون عليه اي شيء، شعير، ماش، رشاد، ويخلونه لنا محطوط، يحطون عليه مسمار ويخلونه لنا محطوط، واحنا نروح ونجي ونسقي كل يوم، نسقي شويه قطره مويه نسقي، ويعاش عيش ويصير عيش حلوه. تالي ليلة العيد نحتفل به، جه نحتفل به ياخذ لنا اهلنا ويزابروننا ولابسونا وودونا وين؟ فوق الاسيوف، ويودونا فوق الاسيوف ونغني اغنياتنا اللي هي حيابيه. خامه بسيطه اعتمدتها الجدات قديما في زراعه الحيه، وهي عباره عن علبه معدنيه او سلال الخوص الصغيره تزرع فيها بعض حبوب الشعير أو حبة الرشاد، يتولى الأطفال زراعتها، ومع غروب شمس يوم عرفة يتوجهون إلى شط البحر ليضحوا بإضحيتهم الصغيرة. اليوم عنية البحر قطت الحية اللي أنا أبيتها وحيتها. عنية البحر قطت الحية اللي بي عشان السمك يستلصن ويأكلونها. أنا سقيت الحية بي عقبها قديتها وعشيتها وهاي اليوم قطيتها. بهذه الكلمات البسيطة يرمي الأطفال أضحيتهم محققين بذلك مبدأ الحيابية، وهو غرس مفهوم التضحية في نفوس الأطفال. احنا يبن اليهال وخليناهم يقطون الحية بيا، هذا اهم شيء ان فرحتهم هم الحية بيا. هذه الاغنية قديم من قديم زمان، يعني احنا نسويها هذه الاشياء، يعني ما غيرناها العادة، عاداتنا قديمة ما تلول على جدود 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 جدودنا. وزوجة الحية هي حوار بسيط يدور بين الاطفال ونبتتهم تلك التي اعتنوا بها لثمانية ايام، فيقومون برميها في اليوم التاسع، وهم يطالبونها بألا تدعي عليهم بعد رميها للسمك. نبتة صغيرة في حجمها، كبيرة في معانيها، يقوم أطفال البحرين بزراعتها والاعتناء بها حتى يوم عرفة، فقبيل الغروب يضحون بها لتتحقق بذلك قيم الحيابية الأصيلة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.